بسم الله على بركة الله. الخوت أول شخار ديالتي بحيرين بعد غياب طويل. ها انتم الخوت هادي راه نتوا هادي شتو الكرش ديالها قداش؟ الذكر كيكون لي زابدومينو ديالو غير صغار. هادي نتوا هادي بحال هادي كنرجعوها للماء، واخا هز البيض ولا ما هز شيء كنرجعوها للماء. السلام عليكم متابعي قناة ناتير بليزير، مرحبا بكم في فيديو جديد فلوق جديد. هاد المرة تي بحيرين ماشي لابلاص ديال اكادير، غنشوفوا المصيد ان شاء الله الرحمن الرحيم. المهم غادي نبدلوا المصيد شويه في تي بحيرين، غادي نطلعوا للعلاوات ديال بيزكوان ولا تيكردين. خليكم مع الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا الجديد ديال هذا الفيديو ديال هذا الفلوق هذا. وكنعاود نذكركم اللي مازال ما دار ابوني تابونا ويفعل الجرس باش يتوصل بالجديد ديال القناه، وما تنساوش يدخل لنا لايك للفيديو ان شاء الله. نتمنوا تكون شي حصيله نتفرجوا ونفرجوكم معنا. شكرا لكم الخوت. البحر هنا محرك شي شويه، غندبروا على شي طعيمات هنا، نحاولوا نجمعوا شويه ديال العقريش وغادي نتحركوا لتكرو في هذا الفيديو هذا. معايا الرئيس هشام، تحياتي احترامات الرئيس هشام، الله يجيبها سمينه. امين يا رب. غنجمعوا العقريش دابا وشويه ديال بوزروك ان شاء الله. انت ماري وتكرو لا مولانا مع تيسير الله. يلا خليكم مع الفيديو يا رب. امين. المعالجه هي الاولى، نديروا كاسكور تاع الخوت هو الاول. البحر دابا تقريبا كمعلومه راه البحر يلاه ساعه الماء كان تقريبا باش بدا الدفوع ديالو. نديرو كاسكروت بما يتيح باقي شويه الباش، نجمعو شويه ديال العقريش، غنجربو شويه ديال اللونس هنا الى سخر الله. الا كان الكورينتي قبيح راه نكملو التكرو، كان الكورينتي ميان ولا ما كانش كاع راه داكشي اللي بغينا، راه غادي نكملو نيت هنا في تبحيري. الرئيس هشام دابا راه شوف تحت الظلمه الخوت، دابا كنجمعو العقريش. ها هي الحصيلة الأولية ديال العقريشة الخوت. هذا اللي شوية غليظ، الباقي راه ميال. هادي فريفرة ما تيسير الله. غير واحد القضية الخوت بالنسبة للرياس المبتدئين، إلا كتجمعو اللي شتوها نتيوا كترجعوها للماء، ما كتهزوهاش ما تصيدوش بها باش يتكاثر هاد الخير هذا، باش نلقاو باش نصيدو ويلقاو وليداتنا باش يصيدو. كيف العادة عندي هنا السبيب ديال 40 في البوبينة، البلومة ديال 80، هانتوما داير هاد السطوبور هذا الميريور، الترقيعة ديال 35، والصنارة هاد القياس هذا باش تشوفوها. هاهو الصنارة هاد القياس هذا. نتمنى والله تكون شي حاجة. بالنسبة لهشام راه حتى هو اش عندك في السبيب الرئيسي تما 50؟ عندي 50 ديال 50، الترقيعة 40، الترقيعة 40 وغادي نخدم ان شاء الله جوج صنانر، جوج صنانر طعمها ندير العقريش. العقريش عليك يا ربي، الله يجيب شي شرغو. انا غنطعم دابا بالسرديل باش نشوفو الا ضربو على العقريش، الا كاين ديال العقريش راه بغينا نديرو العقريش، كان ديال السرديل راه نخدمو بالسرديل. بسم الله على بركة الله الخوت، اول شخار ديالتي بحيرين بعد غياب طويل. ها انتوما بالسرديل، العقريش راه مازال ما بانت المعنى، كاين شويه ديال الكورينتي، ولكن حنا غادي نحاولوا ضروري هاد المويه اللي محركه هكا غيكون بلاغ الا سخر الله، ضروري يكون بلاغ ياك الرئيس. هاد الكسكيشه هادي وهاد التحريكه ديالها بلاغ، ضروري غنستمروا عليها، غنديروا طعيمه كبيره، ضروري ندبروا على شي بياسه الا سخر الله. يجيب اسمينا امين يا رب. الرئيس هشام تا هو تسفر شخار مقيله مقيله، ضرب لك على العقريش ياك؟ لا لا شويه درت شويه العقريش وشويه سردي ياك. درت لي باناشي باناشي، درت لي باناشي سير على الله. جاي سخفان مع كاين شويه ديال الكورينتي. ايوا قول لي دخل تدخل لي كار الشعيبه ضروري مقيله ندوق الشوايه ديالو. الصباح ولا الشوايه يا الله الله يسلمك. الخوت البحر هنا تبارك الله خدام، وكاين الكورينتي ياك الرئيس هشام؟ وجود الكورينتي زايد زايد. ودابا راه فكرنا غادي نمشيو للتيكرت حيت ملي كنا جايين كيبان لنا البحر شويه مكالمي فيها ماشي بحال هكذا. نمشيو على الله نطلبوا الرزق ديالنا تما كيك الرئيس. على الله نشوفوا عندنا العقريش، عندنا السردين، عندنا كابايله، عندنا الروطالة، عليك يا ربي ان شاء الله تما تقضيو الغرض، وفي الصبحيه ديك الساعات نتوجهوا نعاودوا نرجعوا لتبحيري ولا ندوزوا لتكرو ان شاء الله ياك الرئيس. المهم مع تيسير الله خليكم مع الفيديو، راه غادي نعطيكم التفاصيل ديال الصياده فين كنصيدوا بالضبط ان شاء الله. ميسر الامور امين يا رب. على بركة الله في اتجاه تيكرت، من تبحيرين لتيكرت شحال تقريبا؟ جوج على ثلاثة، واحد خمسة كيلومتر ما بين تبحيرين وتيكرت، خمسة ستة ماكسيموم كاع.
على بركة الله الخوت، حنا راه وصلنا لتيكرت. شوف سمعوا البحر مكالمي هنايا، ماشي بحال داك الرشان ديال تيبحيرين. وعليك يا ربي دابا غنصيبو السنانر بالخف، غنلونسي وغنجربو بيلوطا وغنوافيكم ان شاء الله الرحمن الرحيم بالجديد. عاصمي الراية الخوت، ها اللهم بارك، راه غليظ. ها شوف شتو البوط عسكر راه قد البلغه، اللهم بارك. هادشي في تيكر واي سي جاب، اش داكشي ضربت عليك شي حاجه اخويا؟ درنا سرديله كامله. اها حكيت الراس ديالها مفصول، الزبده كاينه هنا وراسها هنايا، السلسول ما كاينش. صافي غيكون شي صيغه هذا كل شي مرينه غالبا. غادي نعاود نطعم ليه دابا ان شاء الله. عاد تيسير الله. الله داكشي نيت اللي درت انايا. هانتوما الخوت، ها كابايله، وهاي السنار هنا مع تيسير الله. الباندو الخوت، الباندو باش ما تقطعش، هاي مع تيسير الله. هادي غادي نلونسي على شي حنش لشي عيش، ومع تيسير الله القصبه الاخرى غادي نخدم بها انا على الرقيق. ها هو الخوت، واحد قرفوح صغير، ولكن هذا رجعوه للماء. هذا نوكيل ياك الرئيس هشام؟ هذا نوكيل، هذا هو اللي طمعنا باش نديرو شويه ديال العجينه ونتيستيو على مناصف الى سخر الله. هذيك كابايله تنكليت الخوت، دابا دات كابايله شويه غليظه مع تيسير الله لا للاستسلام. غادي نبداو نلونسيو حتى يجينا النعاس ولا حتى يبان البرهان ان شاء الله. ديما نفس البوبينه، الا كتلونسي على الحوت الكبير ديما نفس البوبينه باش حتى الا قاست عليك شي حاجه كديري السبيب. ها ماشي كتقطع. ها انتما الخوت، هنا هاد البيلوطا فيها الضريبات هادو الصغار، مره سنسلة مره شقار صغير، مازال ما بغا يبان شي مناصف. خير بانت لي التقويسه ودا الرئيس، بانت لي التقويسه. غالبا شاه زايد هذاك، غالبا ودا الرئيس. غنطلع هاد القصبه ديالي نشوف شنو كاين. اش كاين الرئيس هشام فين؟ فين الوجه عاوتاني؟ الوجه كنرجعو لتبحيرين ياك. الله يعين، هنا كاين شويه ديال الريح واه، كاين السلسل، كاين هاد الشي الصغير داخل انا نصيدو. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم راه ضربنا مع شي عيشه نجبدوها شي صنور ولا شي شي اربع المرات ولا خمسه، وانا كنتيري في هذاك الشيء كيما بغاش. ايوا ما بغاش يحصل، اجعل البركه نمشيو لتبحيرين ان شاء الله الرحمن الرحيم، نباتوا فيها حتى الغد اللي غادي نكملوا الصياده ياك ان شاء الله تعالى. ان شاء الله الخوت، هادشي اللي عطى الله في هذا الفيديو هذا. ها كتشاهدوا الرئيس هشام راه دخلنا للقيطون، والو ما كاين، ما كاين والو. هذاك الحبات ديال الشخار اللي كاينين، رجعنا لتبحيرين كاين الريح صافي، ما قنعناش نعاودو نهبطو نتكرفسو على والو. الله يجعل شي بركه هاد الخرجه هادي فيها غير سيرواجي سيرواجي. المهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء والصيف. المهم راه كاين المعلومة هنا بلي الرئيس ما يقنطش، خاصو يبدل المصيد حتى ما تبان ليه المعنى، حتى يعيا عاد ديك الساعة ينعس. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو هذا، سمحوا لنا ما فيهش شي تقاوس. نتمنى المعلومة تكون وصلت، تهلاو في راسكم، تنتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله الرحمن الرحيم. غادي نصورو شي حاجة غدا، نتمنى الله تكون شي صيادة غدا.